اولو لو 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 حبايبي، مثل ما انتم شايفين اليوم نزل عنا هذا السكيل للجي 36. ايه 36 حبايبنا، 36 بس، ولكن هذا اول سكيل، هذا السلاح سلاح ولا اول سكيل، هذا السكيل شو بعلم، بدنا نشتغل بالحيط عشان ندخل بالحيط اول المقدمه. المهم شباب، مثل ما انتم شايفين نزل عنا هون هذا السكيل، وثاني سكيل للميني شوت جان. شباب ميني شوت جان حبايبنا نفس الوقت فيه المده، بس ولكن المد لا مو المده، الدقه لا 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 طبعا. اوكي خلونا نصحصح، ما نستعجل كثير. المهم حبايبنا، كيف الاحوال؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كلش تمام. معكم عليكم، جات لكم مقطع جديد يا اساطير. هو نبلش هذا المقطع، صلوا على حبيب الله يسعد اياكم، وخلينا نفتح هيك اوكي ونطير لهون عشان تشوفوا، يعني نفرجيكم مثل الخصائص. اوكي حبايبي، الان مثل ما انتم شايفين عندنا هون الجيت 36، فيه عندنا شباب مدى و واحد مدى واثنين من الدقه شاب. يعني هذا السلاح نفسه اللي نفسه نازل معنا نفس اللي على العادي اوكي، بس ولكن معلم فيه هالخاصيات اوكي، بس ولكن فيه الرصاص قليل، بس ولكن ما في مشكله شباب، الرصاص معلش ما في مشكله، بس ولكن فيه دقه ومدى اكثر، يعني سلاح باللوس اوكي. عندنا هذا شاب، هذا البيني شوت كمان نفس الوقت فيه المدى والدقة تبعته ناقصة، بس ولكن شباب ما في مشكلة شباب، نشوف الحظنا معلم على السريع وندخل نشوف الوضع كيف راح يكون معلم. بس ليش ما طلعت؟ هي القانون شوي كنت بالتليفون كان طعمي، بس هلا ما طلعت ليش؟ اوكي اوكي شو عم يصير معنا هون معلم؟ حلو اوكي بلاش مضايق انت، ماشي يا شباب نجرب هذا السلاح شباب نشوف شو وضعه معلم. ليتس جو بيبي، قول لي شو في هون، شو هذا طالع معلم؟ اوكي بالعاده شباب دائما اوكي الظاهر شباب حطونا اسلحه جديده هون، اوكي شباب ضافوا لنا اسلحه جديده شباب مثل ما انتم شايفين عندنا هذا ال قول لي هذا باللوس، عندنا كثير اسلحه شباب نزلت، يعني كثير اسلحه شباب، يعني ممكن يعني تكون مثل هذا الام بي 5 شباب هذا باللوس، يعني في كثير اسلحه شباب يعني اسطوريه حبايبنا هون بهذا الوضع العجلي. اي معلم اوكي ما مصحصحين شباب مصحصحين اوكي نبدا نغير شيء، قول لي خلينا نضرب عامل ليك، شو راح يطلع لنا؟ ما يطلع لنا شيء معنا. اوكي اوكي يا شباب نعمل ليك نشوف، او ماي جاد مان او ماي جاد شباب الله ان شاء الله يطلع لنا دايم معلم. ما لك في طاقه، شفت كيف هاي بتيجي بالطاقه تقريبا، بس ولكن خلينا نسمع نشوف يلا. هاي شفت كل واحد هي. اوه طلع شيء دايم، طلع شيء دايم شباب، طلع لي هذا دايم اوكي، طلع لنا هذا باللوز، حتى شوف طلع لنا هذا كمان حلو باللوز. طب شباب دايما ما بعرف اذا لاحظتوا ما ينزل حدث جديد وشي جديد وما تنزل ماكينه جديده شباب دائما بضيفوا عليه اسلحه جديده، يعني فهمتوا علي شو؟ هو اللي طلع لي هذا السكيم عليه بنضل نجربه، يعني لازم اطلعنا دائما بنضل نجربه، لا بس لازم يطلع لنا دائما، لازم نجيبه يا زلمه ايش فيك؟ لازم نجيبه معلم شوي اوكي هات نشوف اوكي اوه طلع لنا اياه من قبل نشوف هذا طلع لنا، ما في شيء طلع دائما، ما في شيء اوكي لا شباب يعني هلا وصلنا على 91، يعني لازم يطلع لنا شيء دائما. اوبا شفتوا الصفرة؟ شفتوا الصفرة ولا شفتوا الصفرة؟ ولا طفوا طلعتكم بلي يا زلمه، بس طلعتكم بلي يا زلمه. الحظ 110 شباب، الحظ 110 لا مستحيل مستطيل يلا ولو ايوه يا مان ها اول سكين معلم باللوز، هيك بكون طلعنا السكين شباب، امورنا طيبه امورنا باللوز امورنا فيري فيري نايس اوكي. بس هون شباب بنقول ما عرف شو ما عرف اوكي، عندنا فاير باس الجديد شباب، عندنا هذا الفاير باس الجديد حبايبي، اصبروا شوي نشوف نعمل له نشوف شكله عندنا شايد شو راح موجود فيه اوكي. على هذا الفاير اوه والله هذا الفاير باس شباب يشبه الفاير باس تاع يعني الاسكنات الاباده وشي باللوس. هذا ندخل نشوف الانيماتيك تبعيته شباب، قولي الو قولي او ماي جاد مان او ماي جاد مان ووو ويل 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 قولي من تاني يسار شنو؟ قول لي تحتي بشكله باللوز. اوكي. هذا فاير باس النحلة شباب راح نسميه. ما هو اكس ممكن نسميه نحلة يمكن. حبيبي والله. اوكي شباب، نرجع شباب شفنا الفاير باس. نجي لهون نشوف الاسلحة اللي طلعتها يا شباب. طولين بالكم. وين السلاح هذا شباب؟ وين السلاح اللي هذا هو شباب؟ يا سلام عليك، نجربه يا شباب. البيستول ميني شوت جان طلع لنا شيء دايم ميني شوت ولا؟ قول لي والله شكله طلع طلع لي طلع لي، بس ولكن في سكينات ميني شوت جان ثانية؟ لا والله ما في. أول سكين؟
اول اسلحه ينزل لهم سكنات حبيبي والله. حلو حلو حلو. طبعا شباب ما اعرف اذا وصلكم شباب الجواهر المجانيه طلعت لي شباب، انا طلعت 105 شكر رسل جواهر يعني شبلوز معلم حبيبي والله. اوكي تعال هون معلم سلام نعمل هيك شكري معلم حبيبي والله نعمل هيك ندخل على التريننج نبلش نجرب الاسلحه الجديده. اوكي يلا دخلنا معلم. حلو حلو يا مان. اوكي الوضع باللوز شباب، نجي لهون ناخذ الميني شوتجن. طبعا شباب الميني شوتجن معلم هذا هو نجرب على المشرب على الاقل. طبعا شباب الميني شوتجن معلم يعني انت يعني 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 سلاح يعني شو بدنا نشرح هو سلاح يعني يستعمل على القرب الكثير يعني فهمتوا علي يعني يعني فهمتوا يعني ما تقدر تستخدمه يعني والله تقدر تستخدمه من هالبعد شباب بس ما في شيء فيه لانه حطوا له بعد الصراحه يعني ايش باللوز. اوكي هذا السلاح يعني لازم تستخدمه معلم يعني عن جد القرب 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 فهمتوا علي كيف. بس هيك السلاح شباب اللي بهمنا اللي بهمنا اكثر شيء هون يا حبايبي اللي هو هذا شباب. هذا السلاح شباب والله الصراحه يعني عن جد سلاح مرتب سلاح مرتب شباب لانه عدد فيه البعد والمدى يعني تلعب قريب تلعب من بعيد يعني انا اكثر مره شباب لما اكون على اللايف ستريم وبلعب دائما بستخدم السلاح للقرب مثلا شفت السلاح هذا بقرب ما شفته مثلا بي 40 باخذ هذا بحوله على القرب وحبيبي والله بضبط الوضع. اوكي خلينا ندخل هون شباب. ما شاء الله هذا المجازة هذا السلاح الشارجر تاعه مثل ما انتم شايفين ما فيه شارج تمام بس فيه هاي القطعه هالقطعه والزوم. اوكي ما في مشكله معلم هذا حاطين احنا حاطين هلا المدى عم نستخدم المدى نشوف وضعه معلم بالمدى. قولي والله سريع قولي 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 اوبا 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 بحاول نبربر حاول نبربر معلم وضع البربره تبعيته من بعيد وضع البربره معلم من بعيد نشوف وضع البربره تبعيته تبعه حبيب والله. اوكي وضع البربره معلم من بعيد 15 تغيير بيضرب اللوز يعني اذا بدك تنتبه انه بربره بربره حبيب والله يعني يعني لما تدوب تفعل ايه قول تفعل ايه معلم شوي بيجيب هيد شوت باللوز بيجيب هيد شوت باللوز بيجيب هيد شوت والله ترى سلاح جد سلاح حلو نقاش اللي يعني زي ما يضربونا ما اعرف مكان وعارف زمان وعارف كل زوايا يخليكم ربي خلينا نعرف نشكل الوضع نطمن قول لي هون احنا شباب عم نجرب 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 القرب تبعه نجرب القرب تبعه شو هذا السلاح يعني القرب نجرب القرب اصبر شوي حاولوا على القرب شباب شوف وضعه بالقرب هاي بيبي شو عم تعمل؟ حول كل شيء على القرب شباب خلي 15 بعدين راح يجي شباب قلت له والله يا شباب انا كنت عم بستخدم ال اوكي لغايه بتخربت شباب انا كنت عم بستخدم العكس بس والله شباب هذا المدى لا هذا المدى هذا مود المدى يا جماعه هذا مود المدى يا اخي شباب بس ولكن حتى مود القرب يعني شفتوا بعينكم يعني عم بضرب سريع يا شباب والله هذا شوف المدى تبعه هيك المدى المدى شباب زادوا له زادوا له زادوا له الوضع قولي قولي والله باللوز ايه اوكي شباب لا تاخذوا معلم فهمنا الوضع غلط اوكي ما في مشكله هون معلم ايه حبيبي والله يا زلمه بس جبتوا هيد شوت للشاب دي 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 هذا المدى شاب هذا المدى هذا وضع المدى هذا وضع المدى بيجي اخف والله يعني المدى تبعه باللوز ها ماشي ماشي هذا شو بدي شو تقول له يا زلمه معه هذاك بربر معه بربر معلم شو راح يطلع بس ولكن شباب الصراحه السلاح يعني شفت ما اعرف سبحان الله استخدمه بالقرب هذا القرب شباب يعني سريع سريع كثير بالقرب يعني شيء مو طبيعي يعني بتستخدمه بالقرب معلم يعني ارفع لك شو هيك لحظه والله باللوز اوه ماي جاد باللوز شباب حبيبي الكرام الصراحه يعني هذا القرب اوكي طول بالك شباب والله انا شايف بوكس طول بالك ها هذا البعد الرينج هذا البعد شباب شوف البعد عم بضرب 118 183 ايوه والقرب معلم شوف يعني القرب والله سريع يعني ها والله يعني شباب انا شايف انه انا شايف انه لو نستخدمه كلياتنا شباب نخليه على المود القرب والله كويس يعني ماشي الحال باللوز.
اوكي حبيبي الكريم، الله يسعد ليكم. هيك بتكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير، ان شاء الله استمتعتوا بمقطعنا. لا تنسوا تتابعونا شباب على البث المباشر بشكل يومي شباب، نتابع نوزع لكم اكواد جواهر، اكواد سكنات، اكواد الاكواد او الكودات حبايبي. سو الله يسعد ليكم جميعا اعزائنا الكرام، نشوفكم على خير، بتمنى لكم يوم سعيد. طبعا شباب راح يكون في راح نعمل راح اغيب لمده اسبوع شباب على اليوتيوب. اوكي حبايبنا راح حقيقه بنحكي لكم اياها يعني اليوم كم يوم جاي. اوكي المهم شباب شكرا على خير، شكرا وجودكم معنا، ان شاء الله استمتعتوا معنا. لا تنسوا تتابعونا على البسوس وكل مكان، تنسوا تحط لنا لايك وشير ومشاركه وكل شيء. مع بعض بشوفكم على خير، سلامات، تشاو تشاو.